غوارديولا ويبدأ التفاوض مع هالك. رياضة نت، أنشيلوتي بعد أول انتصار مع باريس سان جيرمان، لنستمر ولن نضم تيفيز. أهلي تيفي، سوانسي يسقط أرسنال للمرة الأولى منذ 30 عاما. بي بي سي، سوانسي يهزم أرسنال 3-2 في مباراة مثيرة. كورابيا، أونري يدخل في مشادة مع جمهور أرسنال بسبب القلب والشخصية والقتال. مصري اليوم، مدربو الدوري الإنجليزي يبدأون حملة لإسقاط مانشستر سيتي من فوق العرش.